تسمية بعض الشركات والمخال باللغة الإنجليزية، مثلا سموت لايت وبتاع مش عارف ايه وكده، ده اخوانا ده نوع من الغزو الثقافي. ينبغي أن نكفر بكل هذه الأشياء، لابد بقول شوف مع رب كلمة صعبة، أن نكفر بكل هذه المظاهر الإفرنجية، ولابد أن يصبغ المجتمع بالصبغة الإسلامية العربية، بدل ما أقول مش عارف إيه أقول لابد من تحويل الأسماء الإفرنجية إلى أسماء عربية، لأن المحل والمنشآت هذه واجهة لمضامين ثقافية. أنا لما أسمي مثلا بنتي مثلا ليتا، إيه ليتا دي؟ فيقول لك ليتا ديت ده كان في هناك فيلم هندي والبطلة بتاعته اسمها ليتا. الله، يبقى ده بكلمة ليتا بيعكس ثقافة. إذا الاسم بيعكس ثقافة، بيعكس فهم، بيعكس فكر. يبقى أنت إنسان بتتفرج على الأفلام الأجنبية ومتأثر ومنفعل، وقدمت ليتا على إيه؟ على خديجة وفاطمة وزينب ومريم وإلى غير ذلك. يبقى إذا اختيار الأسماء بيعكس مضامين ثقافية وحضارية ودينية ينبغي أن احنا نلتفت إليها. هل هناك في أوروبا أو في بلاد الكفر بيسموا محلاتهم هناك بأسماء عربية؟ لا. اشمعنى احنا بنسمي محلاتنا بأسماء فرنجية؟ يقول لك علشان السياح لما يجوا يعرفهم البتاع وكده. وأظرف حاجة، الاسم العربي وتحته الاسم الإنجليزي. طب ليه؟ يقول لك عشان الاجانب والبتاع وما الى ذلك. لا، بتتاقم رقبتهم على صدرهم. اللي محتاج حاجه هيسال عليه. يعني لو في هناك واحد انجليزي هيفطس من العطش. هيفطس من العطش. مش وكل اللي حواليه فلاحين. يقول لهم اي ونت درينك مش عارف ايه، ولا حد يفهم حاجه، يبصوا له كده. يوم ما يزق يعمل لهم ايه؟ يعمل لهم كده. هيفهم؟ وانتهت القصه. لكن نكتب انجليزي مش عارف ايه ووتر مش عارف الكلام ده كله؟ لا. طب وليه ننسلخ يعني ليه من لغتنا ليه؟ ما ننسلخش. زي بالضبط احنا لما نذهب لاوروبا. يعني احد الاصدقاء لما راح البعثه اخذ دوره في الانجليزيه. وامتحنوه في الانجليزيه فالسكور بتاعه كان عالي فسافر. اتلقى اللي هو درسه وتعلمه حاجه، وتلاقي المجتمع الانجليزي حاجه ثانيه خالص. لما راح هناك ما عرفش، لا عارف يتكلم مع حد ولا عارف يمشي ولا عارف يعمل ايه، فكان بيستعمل الاشاره. يعني مثلا عاوز يمشي يروح مثلا السوق. يعمل ازاي؟ فيقف مع واحد يعمل له كده؟ يعني فين الطريق؟ يعني يعمل له كده؟ يعني الطريق اللي يمشي عليه عشان ايه يشتغل يقعد يعمل له كده؟ يعني الطريق اللي يمشي عليه عشان يشتغل مش عارف ايه؟ فالراجل وات؟ يقعد يعمل له نشرات لغايه في النهايه يضغط منه اي حاجه. وهكذا. فالانسان ما بيقاش طالما الامر في مصلحه له. فمساله تسميه المحل او الاعلام باسماء غير عربيه ده هجمه ثقافيه ينبغي ان نحاربها بشده. وينبغي ان يكون مجتمعنا مخيما عليه فكرتين، الاسلام والعربيه. الاسلام والعربيه دي مساله مهمه جدا. بلاش الاسماء دي، لان امر لا يخلو. انت مره تشتمه تدعي عليه يعمل حاجه مش كويسه تنفعل عليه، فتقول له يخرب بيتك يا اسلام. اسلام ايه ونيله ايه؟ يعني واحد يقول لك الاسلام ده كويس وبتاع، تقول له اسلام ايه ونيله ايه؟ شوف اسلام ايه ونيله ايه؟ طب ليه تحط نفسها في الموقف دي؟ بلاش الامر ده.